السلام عليكم. سنة ثالثة فوق، دي المحاضرة الثانية من سنجل كيس اندكشن ماشين. المحاضرة اللي فاتت تطرقنا على طرق الستارتنج، سواء كان سبليت فيز اندكشن موتور او كباستر ستارت موتور او كباستر ران موتور او كباستر ستارت كباستر ران موتور او الشادد بول. شادد بول احنا شرحناه، قلنا ان ده اضعف حاجه ممكن تديني ستارتنج لف مين وايندنج وستارتنج وايندنج. الستارتنج وايندنج ده ممكن بعض الحين في باتور ران موتور، وده زي مراوح السقف، ده عباره عن مكثف دائم. نعم، قلنا لو ما فيش ستارتنج وايندنج يبقى ما فيش ستارتنج تورك، وهيظل الموتور يرعش في مكانه ولا قادر يلف شمال. لكن لو حركناه، لو ساعدناه يمين هيلف يمين، لكن لو حركناه شمال برضه هيلف شمال. بالنسبه لل ده بنقول بنتكلم في بلسيتنج فيل، ده كأنه اتنين فيل، فيل فورورد وفيل ريفيرس، عشان كده في سليب بنقول عليه اللي هو الانزلاق، اللي هو تعريفه المبدئي اللي هو ان سينكرونس ناقص ان موتور على ان سينكرونس، وده هنقول عليه البوزيتيف سليب. كمان في كمان نيجاتيف سليب، هيبقى الان نيجاتيف ان سينكرونس زائد ان موتور، مش ناقص بقى على ان سينكرونس. وبالتالي لما نيجي نحسبه الاس نيجاتيف ده بالنسبه للاس بوزيتيف، هتلاقي 2 ناقص اس، يعني الاس بوزيتيف هنقول عليه اس والاس نيجاتيف هنقول عليه 2 ناقص اس. مثال، اذا كانت الاس بوزيتيف 5% يبقى الاس نيجاتيف 2 ناقص 5% هيدينا 1.95. يبقى ده كده، يعني اذا الماشين كان فيها 2 سليب. نعم، طب وده هيفيدنا في ايه؟ لسه في الايكوفالنت سيركت برضو. ده الترك بتاع الموتور بس خاص بالثري فيز، واللي بينطبق على الثري فيز يبقى في شبه كبير جدا بينطبق برضو على السنجل فيز. لكن طبعا المعادله هنا ما فيهاش ثلاثه، يعني الثلاثه دي خاصه بالثري فيز اندكشن ماشين، والترك هنا يبقى ثلاثه باور جاب للباور جاب. طب ثلاثة ليه؟ لأن 3 فيز الباور جاب اي روتر تربيع فار روتر على اس. طيب ده البي جاب، طب امال اللي تحت ايه بقى؟ اوميجا اس، والاوميجا اس انتوا عارفين كلكم انها 2 باي ان اس على 60، على اساس ان الان هنا ريفوليوشن بير مينت. ولو لقيتها 2 باي ان بس برضه صح، بس هنا الان ريفوليوشن بير سكند. يبقى إذن ده معادلة الترك، نعم، بتاع 3 فيز اندكشن ماشين. نعم، برضو هنا this implies that a small positive slip. يعني ايه الاس هنا في 3 فيز؟ بتبقى صغيرة، بتبقى عاد 1% الى 5%. اوكي، لكن احنا بقى هنا في 2 اس، في اس صغيره واس كبير. الاس الصغيره ده اللي هي البوزيتيف سليب، اللي هي بتبقى من 1% من 105%. في الاس الكبيره بقى دي اللي هي النيجاتيف سليب، اللي هي بتبقى ما بين 1.95% الى 1.99. اوكي،
طيب ده هيأثر في الإكويفالنت سيركت؟ نعم. إيه بقى؟ طالما في اتنين فيل يبقى كأني عندي دبل إكويفالنت سيركت. إزاي؟ شوف، لو احنا خدنا بالنا من الإكويفالنت سيركت دي تشبه لحد كبير 3 فيز اندكشن ماشين. إزاي؟ أنا عندي R ستيتور و X ستيتور، وهنا برضو R كور و X ماجنتايزر، وعندي كمان X روتور داش و R روتور داش، وهنا R روتور داش في واحد ناقص S على S. بس غريبة ان الجزء ده كله هنلاحظ انه مقسوم على اتنين على اتنين، وهنا برضو على اتنين، وهنا برضو على اتنين، وهنا على اتنين، وهنا على اتنين، ونفس الكلام برضو بدل ما هي R واحد ناقص S على S برضو مقسومة الR هنا برضو على اتنين. ليه؟ لان في جزء تاني in series. In series ازاي بقى؟ هيبقى برضو X ستيتور على اتنين نفس الكلام اللي هو، والR ستيتور على اتنين، والR كور على اتنين، والX ماجنتايزنج على اتنين، وهنا الX روتور داش على اتنين، وهنا R روتور داش على اتنين. امال ايه الفرق؟ الفرق في السليب هنا، يعني برضو هنا R في واحد ناقص S على S، بس هنا الS S نيجاتيف مش S بوزيتيف زي اللي فوق، يعني وبالتالي يعني الجزء ده كزد هيختلف عن الزد اللي فوق أكيد اختلاف إيه الS. تمام. طيب يبقى احنا بنتعامل مع السنجل فيز كأنه له اتنين equivalent circuit in series زي ما احنا شايفين كده. تمام. وكل جزء مسؤول عن باور. نعم. يعني البي جاب اللي هنا هتبقى فيها جزئين. نعم. والترك هيبقى فيه بوزيتيف ترك ونيجاتيف ترك. نعم. وهكذا. ازاي؟ لسه هنشوف في السلايدز اللي جاي. بس خلي بالك معايا، انا عندي خلي بالك المقاومه الروتور داش على 2 دي ثابته، لكن ار روتور في 1 ناقص اس على اس دي متغيره على حسب اللود. ليه؟ لان يعني دوت ايكوفالنت سيركت بتاع الموتور بس ولا الموتور واللود؟ لا، الموتور واللود. طب اللود ظاهر فين يا دكتور؟ ظاهر في الاس هنا، لان كل لود ايه بيبقى له اس غير التاني، بمعنى ان لما اللود يتغير يبقى الاستيب هيتغير، يبقى المقاومه دي ايه؟ كانها مقاومه متغيره وليست ثابته زي ما احنا شايفين. ونفس الكلام برضو هنا تبقى المقاومة ديت متغيرة. تمام. طيب الانبوت باور هتساوي ايه؟ V في I. مفيش تلاتة؟ لا، لان احنا سنجل فيز. طب والV ده فيز ولا لاين؟ اكيد فيز. والI فيز ولا لاين؟ اكيد فيز، اللي هو داخل للموتور. ماشي. والكونجكت ده بتاع ايه؟ ده كده كأنه ايه بقى؟ الكومبلكس باور. تمام. في بقى الديفلوبد باور زيها زي 3 فيز، بس هنا الديفلوبد باور يبقى اي بوزيتيف تربيع. خلي بالك فين اي بوزيتيف اهو، خلاص خلي بالك هو هيبقى اي نيجاتيف عشان برضو ايه هو يبقى اي بوزيتيف تربيع. في R روتور في واحد ناقص S على S، بس ال R روتور هنا مقسوم على 2، زائد I نيجاتيف تربيع في R على 2 برضه في واحد ناقص S نيجاتيف على S نيجاتيف. طب هل في فرق بين ال I بوزيتيف وال I نيجاتيف؟ لا. وهنا برضه قيمة تربيع وهنا قيمة تربيع، يعني انت عارف ان الباور ما بيبقاش ليها ايه زاوية،
لان ده الاكتف باور. تمام. طيب الديفلوبد باور ديت هنعمل فيها ايه؟ لسه هنشوف. اوكي. دي الايكوفالنت سيركت اللي احنا لسه كنا قايلين عليها. تمام. او ممكن بقى كان في هنا ار وار، لما لمناهم على بعض لقيناها ار روتور داش على اس، وهنا برضو مقسوم على 2، وهنا برضو ار روتور داش بس على 2 ناقص اس، ومقسومه برضو هنا على 2. يعني اذا الايكوفالنت سيركت ديت ابسط من اللي قبل كده؟ نعم ابسط. واسهل في التعامل؟ نعم اسهل في التعامل. يبقى اذا لو احنا بقى شفنا لو احنا اهملنا الار معايا لو اهملنا الار هتبقى الاكس ماجنتايزنج على 2، وهنا هيبقى اكس 2 داش على 2، وهنا ار روتور داش على 2 اس، وهنا برضو نفس الكلام معايا، بس هنا بقى بدل ما هي اس هتبقى ايه؟ 2 ناقص اس. ليه؟ لان 2 ناقص اس دي بتمثل النيجاتيف سليب. ويبقى انا عندي هنا زد فورورد على 2 وزد باكورد على 2. ويبقى اذا الايكوفالنت سيركت ده خاص بالستيتور، والاثنين دول خاصين بالروتر. الروتر واللود كمان عشان ما ننساش. اللود متمثل في ايه؟ في الفاريبل اس. تمام. وهنا ممكن كمان ابسط الامور. طبعا الاكس ام على 2 ديت بالتوازي مع اكس 2 داش على 2 اللي هي كمان بالتوالي مع ار 2 داش على 2 اس. يعني اذا ممكن امثل الكلام ده بار واكس؟ نعم. وهنا ار واكس؟ نعم. زي ما احنا شايفين هنا ار فورورد على 2 واكس فورورد على 2، وهنا ار باكورد على 2 واكس باكورد على 2. ويبقى هنا زد فورورد على 2 اللي هي ار اف على 2 زائد جي اكس اف على 2. طيب والزد باكورد على 2 دي بتساوي ار باكورد على 2 زائد جي اكس باكورد على 2. كويس. طب التيار اكيد التيار بتساوي الفولت، ماشي، في فيز او في ام زي ما يعجبك، على زد واحد زائد نص زد فورورد زائد نص زد باكورد. بس طبعا ما تنساش ان احنا هنا شغالين ايه بقى؟ كميات اتجاهيه. بمعنى في الاخر خالص هيطلع لي التيار ده قيمه وزاويه، او حقيقي ويبقى وتخيلي. ده الاي موتور؟ نعم. يبقى ايه الاي موتور؟ هو في موتور على زد 1 زائد نص زد فورورد زائد نص زد باك. طيب النص زد فورورد ما احنا لسه قايلين عليه اللي هي ار 2 على 2 اس زائد جي اكس 2 داش على 2 بالتوازي مع نص جي اكس ام. كلمه بالتوازي يبقى حاصل الضرب على حاصل الجمع. طب وايه؟ والنص زد باكورد هيبقى نفس الكلام، هي ما عدا بدل الاس هتبقى 2 ناقص اس. يبقى اذا ادي الار 2 داش على 2 وبدل الاس حطينا 2 ناقص اس، والجي نص اكس 2 داش زي ما هي، وبالتوازي برضو مع نص جي اكس ام، وبرضو لما نقول بالتوازي يعني حصل الضرب على حاصل الجذر. يبقى انا كده جبت نص زد فورورد ونص زد باكورد واطبق في القمر. طيب الانبوت باور بتساوي ايه؟ في فاي في كوزين فاي. عايز تقول عليها فاي ماشي، عايز تقول عليها سيتا ماشي، المهم ان هي الزاويه بين الفولت والتيار. طيب الاير جاب باور يعني ايه بقى؟ الاير جاب باور هي الباور اللي بتتنقل من الستيتور الى
الروتر من خلال الإرجاب. طيب أنا عندي 2 إرجاب باور، نعم، أي تربيع في نص أر فورورد. طيب والباكورد برضو أي تربيع في نص أر باكورد. طيب والباور الجاب هل مجموعهم ولا الفرق ما بينهم؟ لا الفرق ما بينهم. ليه الفرق ما بينهم؟ على أساس إن في باور بتدفع إلى الفورورد دايركشن وفي باور تانية بتدفع لباكورد دايركشن. طب يعني آخر كلام إيه؟ آخر كلام إن هي بي جاب فورورد ناقص بي جاب باكورد، بس مع ملاحظة إن بي جاب فورورد دايما بتبقى أكبر من الباور جاب باكورد، عشان كده في الآخر خالص الباور إرجاب لازم هتطلع بالموجب. طيب طب والباور كونفيرتد بقى؟ خلي بالك بقى معايا، خلي بالك معايا، الباور جاب ديت لما اتنقلت من الستيتور الى الروتور معايا، هل هي دي اللي انا بستفيد بيها ميكانيكال؟ لا، يبقى الباور كونفيرتد هي اللي بتتحول من الكتريكال الى ميكانيكال، وبرضو فيها جزئين، نعم، اللي هي 1 ناقص اس بيجاب فورورد و1 ناقص اس بيجاب باكورد. يعني ايه؟ يعني خلاص احنا جبنا البي جاب، نجيب بقى البي كونفيرتد فورورد والبي كونفيرتد باكورد. طب والكونفيرتد الفرق ما بين الاثنين؟ طب يعني ايه كونفيرتد؟ يعني اتحولت من الكتريكال الى ميكانيكال. طب هل هي الاوتبوت؟ لا، الاوتبوت هي البي كونفيرتد ناقص البي لوسز، سواء بقى كان ويندج او كان الموتور ده فيه فان. يعني اذا الكونفيرتد ديت اقدر اقول عليها الميكانيكال جروس باور، نعم، لكن مش التوتال او مش النت باور، مش النت ميكانيكال باور، لا مش النت. طب لو انا عايز اجيب بقى النت ميكانيكال باور، يبقى هطرح منها البي فريكشن. البي اوت، شايف بي اوت، بي كونفيرتد ناقص بي روتيشنال. طيب التورك بقى هي بي جاب على اوميجا سينكرونس، هو ده ايه التورك؟ ده التورك انديوز. طيب التورك لود بي اوت على اوميجا ميكانيكال، هل في فرق بين التورك انديوز والتورك لود؟ نعم، التورك لود ده بيتفرض على الماشين، تمام، والتورك انديوز المفروض بيبقى يا اما بيساوي التورك لود يا اما احيانا بيزيد عن التورك لود نتيجه ان انا عايز اعمل اكسلريشن، واحيانا برضو يقل عن التورك لود، الكلام ده لما اكون عايز اعمل ديسيليريشن. لكن في حاله الستيدي ستيت يبقى التورك لود هو التورك ايه بقى؟ انديوز. طب الافشنسي هي بي اوت على دي ان، برضو هنا التوتال روتور كبر لوس اهو، بي كبر 2 فورورد زائد بي كبر 2 باكورد، ويبقى ده اس بي جاب فورورد زائد هنا بقى 2 ناقص اس بي جاب باكورد. وبرضو الديفلوبد باور احنا قلناه ان 1 ناقص اس بي جاب، هي 1 ناقص اس بي جاب فورورد ناقص اس بي ناقص بي جاب باكورد، وقلنا الاوتبوت باور هو الديفلوبد ناقص روتيشنال. طيب يعني الاوتبوت باور هي الديفلوبد ناقص الكور ناقص البي اف دبليو زائد البي ستري اذا كان معطى عندك. طب البي اف دبليو ده الفريكشن عند ويندج لوس. ده بما يخص الايكوفالنت سيركت. تعالوا بقى نتكلم عن السبيد كنترول سنجل فيز اندكشن موتور، يا اما
بغير number of bools، ودي طريقة صعبة جدا، لأن بعد ما تلف صعب جدا إن أنا أغير number of bools إلا إذا كان مجهز بتغيير الكونكشن من التيرمينال بوكس، وده قليل جدا. لكن الأسهل إيه؟ الأسهل إن أنا أغير الأبلايد تيرمينال فولتج أو أغير الستيتور فريكونسي. أسهلهم إيه؟ إن أنا أغير الأبلايد فولتج. طيب وتغيير الستيتور فريكونسي صعب؟ لا مش صعب ولا حاجة، بس محتاج إنفرتر. طيب عامة لو الموتور مجهز بتغيير number of bools، يبقى إذن لما أنا أزود number of bools يبقى إذن الـ NS هتقل والتورك ماكسيمم هيزيد، والتورك ماكسيمم هيزيد. برضو لو أنا عايز أغير number أو عايز أغير التيرمينال فولتج، يا إما بترياج زي ما إحنا شايفين كده، وبالتالي مشكلته إيه؟ إن الماكسيمم تورك هيقل، لكن الـ NS NS زي ما هي، لأن الـ NS 120 F على B، ولا ما جيتش يعمل الفريكونسي. طيب ما لو أنا عايز أغير الستيتور فريكونسي، ده الكلام ده بالإنفرتر، وبالتالي يبقى هيتغير الـ NS وهيقل التورك ماكس. شكرا ليكم، واعذروني طبعا عشان انا مريض وعمال اكح، معلش اعذروني. وربنا يحافظ عليكم جميعا، وان شاء الله نتقابل في المحاضره بعد كده، المحاضره القادمه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.